بعد من بعد ما تحدثنا حول هذا التقرير وهو التعلم عن بعد، خلينا ننتقل إلى فقرة أخرى. هذه الفقرة تتحدث عن النمو، خلينا نشاهدها ومن بعدها أكيد لنعود. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة نمو. اليوم راح نحكي عن أهمية العلاج النفسي وتأثيره على جوانب حياتنا. أصبح العلاج النفسي اليوم ضروري جدا لكل شخص حاب يبدي حياته من جديد ويشافي نفسه من كل الأفكار السلبية، الفوضى، الاكتئاب، المعتقدات الخاطئة أو من المواقف اللي مخلية حياته بدومة الاكتئاب والحيرة والقلق والتوتر والضغط النفسي والعصبي. والعلاج النفسي مهم بتطوير أفكارك، مشاعرك، وتطوير علاقاتك الاجتماعية والعاطفية، وبإمكانه أن ينقلك من حالة سلبية فوضوية إلى حالة إيجابية منظمة. أيضاً يساهم لك العلاج النفسي بتطوير صحتك النفسية والجسدية، والشيء الأهم به أنه يساعدك أن تتصل بذاتك، بالتالي تزيد ثقتك بنفسك، وهذا الشيء راح ينعكس على مستوى حياتك ومستوى دائرتك الاجتماعية.